السلام عليكم شباب اخيرا بدأ معنا السيزون الرابع اليوم آه يعني حسوي لكم جيف اوي وكمان استعرض عليكم الباتل باس الجديد، الجيف اوي انا كنت متكلم عنه قبل ما يبدأ الموسم بس هلا حارجع اتكلم عنه مرة ثانية مشان افهم الناس وبعرف اني ساحب على القناة يا شباب اعذروني آه على هذا الشيء بس لأسباب يعني بس قبل ما ابدأ لايك واشتراك بالقناة يا شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة بدنا نوصل أكبر عدد ممكن من المشتركين، لو حبيتوا تشتري شيء من الايتم شوب بفورتنايت مثل ما انكم شايفين هاي الايتم شوب آه لا تنسوا كودي اربع حروف مثل ما انكم شايفين اي كي دبل او فبتمنى منكم اذا حبيتوا تدعموني من جد تحطوا هذا الكود يلا خلونا نبدا اول شيء نورجيكم الباتل باس مثل ما انكم شايفين خلينا نبدا من فوق من فوق مثل ما شايفين عنا هي النموذج بارادايم هي اغراضها الاكس اللون اوكي الصفحه الاولى مو ذاك الديم عنا هذا السكن الثاني جيد للامانه بس مو احسن شيء تمام عندكم الصفحة الثالثة ستايل للنموذج اللي هي بارادايم في عندها هاي الرقصة اتوقع لا رقصة خاصة بهذا السكن اكس شكله يب اكس ولا جلايدر وهذا له ستايل ثاني شو هالشكل هذا عندكم هذا السكن الدبدوب اه هذا معه كنترولر قاعد يلعب جوا يعني هذا المتحكم بالسكن طبعا في بوكس نزلات سكرين كل اشياء عادية وهذا الستايل اخر للسكن عنكو هذا السكن الرهيب الصراحة سكن عجبني جدا عنده هاي الرقصة رهيبة شوفوا عندكم هذا السكن الانمي الاسطوري وفي هاي رقصة تاع طيب السكن اللي فوق اوكي حلوة صراحة عنكم برادايم النموذج بدلة القاعدة أرق القمرية جيد الأمانة عندكم ستايل تاني للسكن الأنمي وفي رقصة هاي والله رقصة غريبة ستايل القات وعندكم هذا السكن بس في شي غريب هذا السكن هلا بورجيكم يا شوفوا بحط نظارة تحول لبنت فعلا شي غريب وعندكم آخر شي س... سبايدر جوين هاي سبنت سبايدر مان والرقصة تبعها رهيبة صراحة بس بحسها هذا سكن دروبات مدري ايش في ستايلات الاضافية مثل ما لكم شايفين تمام عنكم هاي ستايل سبايدر جوين باقي لي بس خمس نجوم بجيبه انا بس هذا هو الباتل بس بقية الاشياء مو معروفة حاليا وقدرت وصل اشتريت باتل باس كامل هي أول مرة بحياتي بشتري باتل باس كامل يمكن آخر مرة كمان ولسه صار لي 122 المهم هلا بنتكلم عن الجيف اوي أه طبعا أنا صار تعديلات على الجيف انا المقطع الماضي وحيصير على هذا المقطع مو على المقطع الماضي بسبب اشياء هيك يعني صارت معي المهم مو لازم تعرفوها أه راح يكون بتلباس باس جيف لسبع أشخاص تمام لسبع أشخاص حياخذوا مني الباتل باس شو المطلوب مشان تدخل السحب طبعا اول شغلة لايك واشتراك على هذا المقطع ولازم كمان تروحوا تحطوا لايك واشتراك على القناة الثانية اللي هي الموجودة بالوصف لازم تشتركوا بالقناة بدي وصلها الف مشترك باسرع وقت ممكن فبتمنى منكم توصلوها الف مشترك للقناة الثانية لانه قناة بتختص بمحتوى الجيمنج وانا مهتم فيها وعم نزل فيها تقريبا بالاسبوع شي ثلاث مقاطع فبتمنى منكم آه تروحوا تشتركوا فيها تمام وعنكم هلا ثالث شرط يعني اه تحطوا كودي بالايتم شوب اي كي دبل او اهم اهم شرط هذا فيهم ان كود الايتم شوب يا شباب تحطوا كودي اي كي دبل او تمام هلا بقى اخر شرط لازم تروحوا تتابعوني على حسابي على الانستغرام كمان رابطوا بالوصف وهي هي الشروط كلها الاشتراك بالقناه الاولى والثانيه وتحطوا كود الايتم شوب وتابعوني على الانستغرام الشروط جدا جدا بسيطه هلا باقي اخر خطوه تكتب تعليق بالكومنتات تم تكتب اسم حسابك بفورتنايت واسم حسابك بالانستغرام وهيك بتكون دخلت السحب وبس هذا هو المقطع شباب اتمنى يكون عجبكم لا تنسوا تدعمونا بلايك اشتراك بالقناه وان شاء الله حاحاول اكتر مقاطع الفتره هي بس والله هي عم يصير عندي شويه ظروف عم تمنعني اني انزل بشكل مستمر والاخص اني مهتم بالقناه الثانيه انه انزل عليها محتوى فمشان هيك اني صعب صار الشغل علي على قناتين والاخص انه فورتنايت تقريبا ما فيها محتوى اسطوري فمشان هيك يا شباب وصلنا النهايه ومع السلامه